بغيت نقدم لك واحد البريوش. ايه ساهلين وكيجيو لذاد. واخا ناخذ معك المقادير. كديري واحد الكاس كبير نتاع سنيده. كاس كبير سنيده. كديري كاس نفس الكاس ديال الزيت. ايه واحد ثلاثه د البيضات. وكديري واحد خنيشه نتاع الفاني حمراء. ونسيطر حليب. وقشور ديال الليم. نسيطر حليب وقشور الليم. تحكيهم. ايوا اختي كت الطريقه كتدي الحليب كتغليه شويه. كتديري فيه الخميره ديال العجين. ايه واحد جوج معالق. ايه وكتخليها ترطب وكديري في كسعه البيض سنيده الزيت. ايه والخماره الحمراء والفاني. ايه والقشور ديال الليم. كتزيدي عليهم داك الحليب تخلطي مزيان. وكديري الدقيق على حسب الخليط. دابا انت ملي كتقولي قشور الليم هو الحامض. الحامض حنايا عندنا الليم هو حيت كاين هذيك حشرات اللين باش الناس ما تخلطش عليهم. واخا صافي المهم وكديهم شويه خفاف. ما كتعلكيهم ما والو غير كتجمعيهم تخليهم يخمروا. المهم يخمروا كتقرصيهم هكا ديرهم دوبرات ديرهم في الطاوله ديال لا تدخليها الفران. من بعد ديرهم بالحليب ولا بالبيض ولا بالحاجه وديري فوق منهم الزنجلان ولا شي صافي واختي بصحة والراحة. بارك الله فيك يا فاطمة. شكرا بارك الله فيك معنا.